مرحبا البنات، هنايا كما كتشوفوا هنايا انا عندي واحد الارز كنت قدمته درتو وشاط زلافه كبيره شاطت ليا من وصفه اخرى، يعني بحال قول البارح تعشينا به وشاطت. وماشي معقول اللحوم كما كتعرفوا اولا حرام، وثانيا مع الغلا ومع سميتو ما يمكنش نشدو نسخنو هاو نحطو كما هو. داكشي علاش انا عندي فكره دابا الهكايا اللي شرت لكم الرز يكون سخون يا بارد، كان مخلط يعني بمايونيز وبارد وقدمته مع شي حاجه وشاط، وملي كيبقى في الثلاجه كيبس كيكرم، يعني الحبه ديال الارز كتولي. وهنايا هذا الارز كنت قدمته انا ساخن، يعني ممكن نعاود نسخنو ويتقدم، ولكن ما غاديش يكون باقي بنين تما دار المره الاولى، غيتغير ليه المذاق ديالو. الو هنا كفكره انا غنقترح عليكم واحد الاقتراح، هو كاينين بزاف ديال الاقتراحات، انا غنقترح عليكم واحد. هنا كما كتشوفوا عندي هذا الارز، وهنايا عندي جوج زرار جوج خزوات قطعتهم هكا مربعات صغار هما، وعندي واحد جوج بطاطات حتى هما قطعتهم صغار هما. هنا دابا انا هاد الجزر وهاد الخيزو غنديرو يتسلق حتى يطيب، وغنكمل معكم كيفاش غنكمل الوصفه كلها. البنات من بعد ما سلقت الخضيره ديالي شويه خيزو والبطاطا، انا سبقت خيزو بدا كيتسلق شويه، واحد دازت عليه واحد 5 دقائق ودفت عليه البطاطا بقى حتى هو 5 دقائق تقريبا وحيدته، هانتوما كيبقى صاين ما خصوش حتى يهرى. هنايا في الطنجره درت واحد شويه الزيت، هانتوما كتشوفوا شي شويش، وواحد بصيله صغيره غادي نحطها فوق العافيه تشحر مزيان، وغادي نضيف عليها العطريه اللي غنوريكم. هانتوما كتشوفوا هذه البصيله ديالي ها هي بدات تشحر، انا غادي نشحر مع هذيك الخضيره اللي سلقت شويه باش تاخذ ديك النسمه ديال البصيله تجي لذيذه. هنايا غنضيف واحد النص ديال الضامه ديال البنه، نص هذيك ماشي وحده كامله، وغادي نضيف شويه الملح، واحد شويه الملح باش ما يجينيش مالحه حيت هذه مالحه باش يجيش مالح بزاف، وغندير شويه الفلفل الاسود وشويه القزبر. ها هو الفلفل الاسود والملح والقزبر، غادي نخلط واحد شويه هكا، وغادي نضيف عليه نشان الخضره باش تكمل معاه الشحار. انا هنا ضفت الخضيره على داك الخليط ديال البصله، غادي غير نشحرها واحد شويه، اما شتلها ما مسلوقاش بزاف داكشي علاش شاده راسها، ما خلوهاش تسلق بزاف باش ما تهراش لكم، انا كنحرك فيها وهي شاده راسها ما تعجنش. حنا غرضنا غير تشرب ديك النسمه ديال البصله، وما هي راه طايبه بما فيه الكفايه، يعني طايبه ما هرياش. ثواني وغنطفي عليها، هيا صافي طفيت عليها. غادي نضيف داك الأروز اللي قلت لكم بات عندي، هنا غادي نضيفو، وغادي نخلط كلشي مع ديك الخضيرة حتى سخونة. ومن بعد هنايا غنديرو في اناء كيدخل الفران، وغادي ندير عليه لا بيشاميل. هنا غادي نزيد عليها لا بيشاميل، وكما شفتو انا لا بيشاميل درتها شويه خفيفه. هنايا غادي نكب وغادي نشد المعلقه اللي البيضه درت بها، غندير ليها هكا باش نعرف بان لا بيشاميل دخلت لداخل ديال الخليط.
وضروري ديروها جاريه باش تدخل، ما ديروهاش خطره باش ما تبقاش غير غير في الفوق. انا غنضيف الكريمه بشاميل اللي بقات، انا كنتاكدوا كامل بان دخلت كامل ضروري، وانا ما غاديش يغسل لي الوجه ديالو، غادي نقدو وغادي نضيفو عليه باقي الفرماج. انا غنضيف باقي ديال البيشاميل وغادي نضيف عليه الفرماج محكوك هكايا، غنضيف هاد البيشاميل هكا. وملي غطيب هي دابا حيت درت فيها الفتحات، ملي غطيب غادي يبدا غادي تبدا تنزل. البيشاميل بالطريقه العاديه، انا شاركتها معكم عده مرات كما كتشوفوا. هنا انا دابا غنضيف لي غير شويه الفرماج وغادي ندخلو الفران. بالحق ما غاديش نشعل عليه دابا حتى نقرب نكونوا غنحطوه، يعني صافي يكون موجود باش يتحط في الطبله يتقدم للاكل، عاد نشعلو عليه وكياخد 20 دقيقه اللي كياخد في الفران وصافي. غنوريكم الشكل النهائي ديالو. هنا نضيف عليه الفرماج، اي نوع من الفرماج عندكم. انا عندي هنا واحد كيشبه الموتزاريلا ولكن ماشي موتزاريلا، بيض حتى هو. كيجي لذيذ البنات، وخا كتشوفوا لان الرز كتقولوا له بايت وفيه شي نكهه ولا شي حاجه، ولكن ملي كديروا ليه لا بيشاميل هكايا وكتعاودوا كيجي لذيذ. هنا دابا ما بقى ليا غير نشعلوا عليه الفران من بعد واحد ثلث ساعه وغيكون موجود. هات من بعد ما خرجنا الكارتان ديالي من الفران ديال الرز والخضره، ها هو انا راه بديت نقطعو نهز منه فنحط منه في الطبسيل، عاد فكرت بانني ما صورتش. ها هو كيجي اللون ديالو، راه تحمر وجا زوين وريحته عطات زوينه، ديك البيشاميل وهذا ريحته زوينه مع الفرماج. انا غنهز منه دابا وغنوري لكم في الطبسيل كي غيكون. ها شكل هي البنات كي كيجي. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها عندكم. بقايا الارز زيدوا عليها غير الخضر ومع شويه ديال البيشاميل والفرماج كيجي لذيذ، كتعاودوا تاكلوه بطريقه اخرى. كنتمنى تعجبكم الفكره وتجربوها عندكم، وفضلا وليس امرا لايك واشتراك في القناه، وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.